السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ضربنا المثل، قال لك الضرب هو إيقاع شيء فوق شيء بقوة وشدة ليحدث فيه شيئا، مش هو ده الضرب؟ إذا ربنا بقول نضرب في الأرض، اعمل ايه يعني؟ اعزق فيها، صورها علشان تديك كلمة الضرب. يبقى ضرب المثل معناه ايه؟ ان شيء يكون هو في ظهره غريب، يقول لك انت بتستغربه ليه؟ ما هو شكله كذا وكذا وكذا، زي كذا وكذا زي كذا وزي كذا، ما تستغربهاش. واللي هيجيبها: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو كل على مولاه اينما توجهه لا يأتي خير. والمثل اللي هيجيبه ايه؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون. يبقى مش بيمثل راجل، ده بيمثل راجل، والرجل مملوك، ومش مملوك لواحد، ده مملوك لمين؟ لجماعة متعددة. لو ملك الواحد يبقى أمر واحد، إنما لجماعة متعددة. طب الجماعة المتعددة يمكن متفقين يا أخي؟ أم قال لك ده متشاكسون؟ العبد يستريح اللي يكون مملوك لجماعة كده، ولا جماعة فينهم نزاع، هيبدد نفسه ازاي؟ ده يقول له كده وده يقول له كده، مش عارف، محتار. ورجلا سلما لرجل، رجل سيده واحد، يبقى هو مرتبط بيه. اهو الناس اللي بيتخذوا شركاء زي الرجل اللي عنده ايه؟ شركاء وايه؟ ومتشاكسون. والرجل اللي بيقول له واحد ده اللي مؤمن، بقى امن باله ايه؟ باله واحد. يبقى المثل ما بتشبهش فرد بفرد، بل بتشبه حاله بايه؟ بحاله. وبعدين مثلا كده، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، كمثل حبه انبتت سبع سنابل وكل سنبله فيها 100 حبه. يبقى ما بيمثلش حاله واحد بواحد، ده بيمثل مجموعه اشياء. مثل الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس كايه؟ زي ايه؟ اعلابهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده ايه؟ وبرضه اللي بيقولوا الرياء كصفوان عليه ايه؟ تراب. وبعدين نزل عليه ايه؟ مطر. والمطر لما نزل على الصفوان اللي هو الحجر الاملس سلكا، لا ما فيش فيه عليه حاجه من التراب. يبقى مساله متعدده الالوان، تبقى دي اسمها ايه؟ ربنا ضرب الامثال 41 مره كلمه مثل، ومثلا 22، ومثلهم ومثلكم ومثلكم 3 مرات، يبقى 41 و22 و33. ادي كلمة مثل في الايه؟ في القرآن كله. بيضرب الامثال دي ليه؟ يضربها قال علشان يشبه المختلف فيه بمتفق عليه، يشبه المختلف فيه بشيء شيء متفق عليه. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ايه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ايه؟ ورضوان. ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في الايه؟ تعرفوا طب ومثلهم في الانجيل، شوف جاب في التوراة مثل عبادي، عبادة أشداء على الكفار رحباء إيه بينهم، وتشوفهم إيه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله إيه؟ سيماهم في وجوههم، تشوف كده من أثر السجود. يبقى حالة كتيرة ولا حاجة واحدة؟ ده حالة كتيرة، بس جابها من العبادة. ليه؟ لأن الماديات عند اليهود المادية، فجاب لهم مثل عبادي، بدليل انه جاب ومثلهم في الانجيل. الانجيل ما فيش فيها الا روحانية، ما فيش فيه مادية، قال لك هات مادية. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ. اكن باليهودية المادية طغت، فجاب لهم مثل ايه؟ الدين والمعاني والعبادة. وديك الروحانية طغت، فجاب لهم مثل ايه؟ المادي. فكان ولا بد ان يجيء الاسلام ممزوجا بالماديات وبالمعنويات.
وضرب المثل بقى بيخليك يعني واحد مثلا ما شافش الاحدب اعمى يعني ما عرفش مكفوف وشاف واحد فاحد اهل هو ما شافوش ومش شاعر بده ينقل له الصوره وان لم يكن يراها يقول قصرت اخادعه يعني رقبته قصيره وغاص قزاله يروق رقبته دي غاصت بين كتافه كده مش كده اللي بيحصل فكانه متربص ان يصفع خايف لحد يضربه قلم وكانما صفعت قفاه مره فاحس ثانيه لا فتجمعه جاب له مثل ولا لا يبقى جاب له ايه مثل الذين اتخذوا من دونه اولياء مثلهم كمثل الايه العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت وحين للالهه تعبدكم طب شوفوا بيت العنكبوت هبه كده مطيره الله بيجيب مثل يشبهه بايه بحاجات كتير يشبهها بحاجات ايه كتير كذلك ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل عموميه يعني لونا لهم الامثال لنبين لهم قواعد الدين ان لها مثيل في الماديات اللي بيروح نعم فجاب اول مثل بقى لعلهم يتذكرون يحط دي بلدي افتكروا اللي ممنوع بالايه بالموجود قرانا عربيا غير ذي الامثال دي جت ايه قران مش قلناها مرة وتنتهي قرآن يقرأ وكتاب يكتب ويتكرر في العبادة ومحفوظ وما ينالوش حاجة عشان الأمثال تفضل ايه تفضل قدامنا كده علشان ما فيش واحد يقف في قضية من القضايا إلا ويجد لها مثلا في مين في حياته التي يؤمن ايه يؤمن بها مثل الذين كمثل جنة ايه بربوة يعني مثل تانه ينفق في سبيل الله والجنة بايه بربوة يعني في مكان عالي ودي احسن الوان الزراعة انها لما تكون ايه في حتة عالية المطر ايه ينزلها ما يرويهاش بس ده قبل ما يرويها يغسل اغصانها وورائها ولما يغسل اغصانها وورائها يقوم يخلي التمثيل بتاع الورق اللي هو التمثيل الكروفيلي مش مكتوم الرئة ما الورق ده رئة النبات يقوم قبل ما ينويها من الجدر يعمل ايه ينفضها من الغبار اللي بيسد مسام الورقة قال لك فأتت أكلها ضعفين فأتت أكلها ايه ضعفين ولذلك الحتة اللي مش عالية المهندسين لما شافوا الحكاية دي قال لك العالية ما يبقاش فيها مياه جوفية انها مسحوبه تحت كلها يقوم لما يحب بقى يقوم يعمل اللي مش عاليه عاليه ازاي يفحط مصارف تبقى واطيه شويه علشان تبقى الارض المستويه بقت ايه عاليه تقوم تاخد الاتموس ده لان لو المياه الجوفيه تعلي زي ما بيحصل تهري شعيرات النباته الجذريه اللي بتمتص الايه وما دام هتهرت تقوم تصفر وتنتهي ويبقى حطام ما تنفعش يبقى جنة بربوة يعني بحتة عالية قلنا قبل ما تتلو الجذور بيحصل ايه بتتغسل الاوراق ومعنى تتغسل الاوراق كما فهمنا مؤخرا ان الورق بيعمل تمثيل ايه بيسموه تمثيل الكروفيلي يبقى الورق ايه ولذلك اللي بده الزرع بتاعه والجنينة تبقى كويسة وبتاع ما عليهاش تراب يعمل ايه يرويها من فوق بالخرطوم ودلوقتي عملوا الريب ايه بالرشاشات اولا يقلل منسوب الميه ثانيا يغسل الايه الورق قبل ما يروي الجذر يكون غسل الايه غسل الورق قرانا عربيا غير ذي عوج مش مايل لكده ولا كده لانه حق تشريع من الله الذي لا يجامل احدا ما يجاملش حد ابدا الرسل اللي بعتهم برضو ما يجاملوش وخير الرسل محمد ونقول له ايه اوعى تنحرف احسن ايه اعذبك في الدنيا والاخرة اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الايه الممات الله محمد
يقول لك اذا كان كده بيقول للرسول الباقي يعمل ايه. نعم. قرانا عربيا غير ذي عوج، يعني ما فيش مال. وده بسورة الكهف برضه، عوجا ايه؟ قيما، ولم يجعل له عوجا، وبعدين قال ايه؟ قيما، يعني عدل. قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صفات الجلال من الله ومتعلقتها من التعذيب باي لون من الوان الايه؟ العذاب. هات بقى ما دام ضربنا في القران من كل مثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. طب اشمعنى يعني رجل؟ طب ما جابها سؤال الصغير ليه؟ قال لك لان ما دام رجل يبقى ناضج، ما يقدرش برضه يوفق بين المين؟ انما الراجل يقدر، يمكن برضه ولو كان ما يقدرش يوفق بين الشركاء الايه؟ المتشاكسين. مش عيل مثلا ويقدر، لا. رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل خالصا له، مش مربوط في الملكية بغيره. وما دام مش في مربوط في الملكية بغيره، يبقى أوامره من واحد، وعمله لواحد، وعلاقته لواحد، يبقى ده يرتاح. فكذلك من له رب واحد تكون هذه الحالة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أي خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ قالوا يسأل نحن عشان يبقى الجواب منه، نقوله لا ما يتساووش أبدا. مش يقوله هو ساعة ما واحد يلقي عليك المسألة في صورة سؤال، يبقى كان يلقيه خبرا. أنا بقول لك أنا مش هقول، أنا أنت اللي تحكم. ما دام أنت اللي تحكم، يبقى كلامه مفهوم أنه هو إيه؟ كلام يقول به كل إيه؟ كل عقل، ما حدش يرده. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ على ان ربنا ضرب لنا الامثال دي علشان ناخد المعقول المعنوي بالمحس المادي. ما جاب لناش حاجة من عنده. اللي بيعبد ربنا وهو اله واحد يبقى مرتاح عن اللي بيعبد ايه؟ آلهة متعددة، لأنه لا يدري متى يرضي هذا ولا متى يغضب هذا، وما عندوش قوة عشان يقول لك أنا هقطع نفسي بقى. ما هو قال روح الشاي في الفاني ما جتش الظهر ليه؟ يقول لك موضوعك مش عارف، أنا هقطع نفسي هي كده إيه؟ أقطع نفسي دي هي دي. نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ترك الجواب لمن يسمع. وكان يقدر بقول لك لا يستوي، هو يقول كده، انما لا عايز يخليها، وخلاها استفهام. الحمد لله. ايه الحمد لله؟ الذي قرب ما لا ما تقف فيه العقول بالذي تتفق فيه العقول. تبقى المساله واضحه يعني. الحمد لله اللي نزل القران عربي وغير ذي عوج. بل أكثرهم لا يعلمون هذه القضية، لا يعلمون إن إيمانهم بإله واحد ويبقوا عابد له مش زي اللي يؤمن بشوية آلهة والآلهة متشاكسة. يبقى إذن أكثرهم لا يعلم هذه الحقيقة. ليه؟ لأنه لم يضع مسألة الإيمان بالربوبية موضع البحث العقلي، هو خدها كده. هو المهم إنه عايز إله ملوش أوامر، هذه كل الحكاية. عايز إله إيه؟ ملوش اوامر. تبقى على راحتك. يبقى ده اله ايه ده؟ ده اله على مزاجك دي، ملوش لا بيقول لك امتنع عندي ولا اعمل دي. يبقى اله كويس دي ولا يبقى اله مريح قوي. بل اكثرهم لا يعلمون. كلمه بل اكثرهم لا يعلمون طمأننا على ان اهل الدين واهل التوحيد برضه هيكون ايه؟ هيكونوا ايه؟ موجودين. ما دام الاكثر هو اللي كده، انما الباقي برضه ايه؟ يعلم. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ركان إذا وقعت الواقعة، بسم الله الرحمن، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس، مش كده؟ وكانت هباء بس. وأصحاب اليمين وكنتم أزواجا ثلاثة. الثلاثة بده يقول إيه؟ بده يتكلم السابق، سلة من الأولين وقليل من الآخرين.
دول السابقين السابقين، انما ما منعش ان تكون هناك قله برضو، خلى الخير في امه مين؟ انما في التانيين بقى اصحاب اليمين سله من الاولين او سله من ايه؟ يبقى في السابقيه سله من الاولين وقليل من الاخرين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وبعد ذلك كانوا اذا ما قيل ان رسول الله متوعك شويه ولا زي احد رسول الله مات يفرحوا قوي. قال له ما تقولهمش يفرحهم، انك ميت، انت مش هتخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت فهم الخالدون. يبقى كله انت، انك ميت، مش بس انت هتخلد وانهم ميتون. بس الحكايه مش هتنتهي عند الحد ده، انما لنا ايه؟ حياه اخرى هنقف بقى امام مين؟ امام الله النبي، هيبقى وياه ويا ربنا، وانتم مخالفين لربنا. شوفوا بقى انتم الحاله تبقى ايه بقى؟ انك ميت، كلمه ميت، انك ميت معناه انك ذاهب الى الموت لا محاله. يبقى فيه الميت ميت وفيه ميت. الميت هو اللي مات بالفعل، انما اللي ميت الذي يقول الى الموت وان كان حيا. لان لما يقول انك ميت ده هو بيخاطبه، يبقى ما دام بيخاطبه يبقى مش ميت، يبقى ميت يعني ايه؟ هتموت. يعني النهايه انك هتموت، وهتموت. فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه؟ يرجعون. بيطمنوا، بيقول ينشفه يا تبقى بعدين في الاخر. يبقى من مصلحتك ان تنتقل الى الرفيق الاعلى علشان نقصر المسافة وتشوف مصارع اللي ايه؟ اللي كفروا بك واللي عندوك والى اخره. اذا الميت هو اللي ميت بالفعل، والميت هو الذي مآله ان ايه؟ ان يموت. الشاعر قال ايه؟ وما الميت الا من الى القبر يحملوا، وكل انام الله ايه؟ في الناس ميت، لكن الميت من الى القبر يحمله. يبقى فيه ميت اللي بالفعل مات، وديك اللي حي ايه؟ اللي حيموت. الله، يبقى يخاطب الاحياء بانك ميت ورسول الله اول وانهم ميتون. يبقى معناها ما تتعبش ولا تزعل، لان لكم مقال عند مين؟ عند الله، عشان يديك الجزاء بتاعك ويديهم الجزاء بتاعك. يبقى لما يقولوا انك ميت وانهم ميتون، ده تطمين وتاسيه لرسول الله ولا لا؟ تاسيه. لذلك احنا قلنا هناك في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك، مش كده؟ وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. طب ده الموت بيجي بعد الحياة، يقوم يجيب الموت الأول. قال لك ايه؟ ولأن الحياة هتديك غرور، جوارحك بتستجيب لك والأسباب بتستجيب لك وتعمل بقى فتوة ومش عارف عنه. فأراد أن لا تستقبل الحياة بغرور، بل استقبل الحياة. قبل أن تستقبلها استقبل ما ينقضها وهو الموت. يبقى الشاطر في الحياة يقول لك ما أنا هموت الأول كده خلاص. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ده أول اختصام هو اللي هيكون بين النبي وبين الأمم اللي كذبته. ادي اول خصومه تيجي، يقولوا احنا بلغنا، يقوموا يتعللوا بقى، لا ده كان سحر، اعتقدناه سحرا، اعتقدناه كذبا، اعتقدناه تخييلا، اعتقدنا كلام مجنون. الله، بيبقى اول اختصام بين مين؟ بين الانبياء ومن كفروا. هيختصم انا بلغت، يقولوا لا ده كنا بنعتبره سحر، كنا بنقول عليه كده. ولكن ما فطنوش الى ان الله اكد هذا بقوله لتكونوا شهداء، وكذلك جعلناكم ايه؟ امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ايه؟ عليكم شهيدا. يبقى اذا امه محمد فضلت بانها حملت رساله رسولها، ودي حاجه ما حصلتش لمين؟
لرسول قبل كده، وامنهم بدليل انه لم يأتي بعدهم رسول، فكأنه امن مين؟ امة محمد، كنتم خير امة اخرجت للناس. يعني انا امنت امة محمد على ان يحملوا رسالة الايه؟ الرسل. فهم الرسول شهد انه بلغهم، وعليهم ان يشهدوا انهم بلغوا الناس. ولذلك هذا معنى من معاني الوسطية التي يقول الله عنها: وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطا. وان كانت تتسع لغير ذلك، فلانها وسط في كل شيء. مثلا في ناس انكروا الاله، وفي ناس اثبتوا الهة متعددة. شوف التطرف، واحد اثبت الاله وواحد تاني اثبت اه لا الاسلام جه كده قال فيه اله بس هو واحد، بده يحل النزاع، بده يحل الايه؟ النزاع. وكذلك جعلناكم امة ايه؟ امة وسطا. امة وسطا يبقى فيكم النواحي التي يأتي اليها المتقدمون، يقول لك يعمل شيوعي، اعمل رأس مالية، دي يتعصب ليه دي، يقول له لا احنا بعلناكم امة وسطا، تركنا للرأس مالية ان تثمر طموحها، لان مش كل واحد عنده طموح، ولما بتثمر طموحها بتجيب كام عامل بكام اسره يخدمهم، بتجيب لهم كتير. وبرضه الشيوعية اللي عايزين ياخدوا دي نقول له برضه فرضنا لهم مالا يدفعوا الى غير القادر، يبقى خدنا ميزه دي ايه وخدنا ايه ميزه دي، بدليل ان النظامين اللي سيطروا على العالم مده من الزمن ابتدأوا شراستهم تقل. الرأسمالية ابتدأت تخفف، ودت للعمال حقوق، ودت لهم مش امتيازات، ودت لهم مش عارف ايه، ودت لهم نقابات اذا ما مشيتش في شراسة رأسمالية. والشيوعية عملت ايه؟ انتهت وقالت ايه ده لازم يبقى فيه ايه؟ ناس يقدروا يزنوا الامور بطموحاتهم ويعملوا للعمال دي اعمال يشغلوها فيها. ولذلك قال لك الحافز هناك دلوقتي وانتهت والحمد لله على ايه؟ على اخره. يبقى امه وسطت تاخد خير ديا وايه خير ايه وخير ديا. هذا اختصام بين الانبياء ومن كذبوهم. بقي اختصامان اخران هيبقوا في الاخره. اختصام القوم الذين اثروا في سفهائهم وجعلهم تابعين لهم في الكفر، هيحصل بينهم خصومة ويحصل بينهم تساؤل، بس فيه تساؤل عن خصومة وتسامح عن مودة. ازاي بقى؟ قال لك اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت نعم وتقطعت بهم الاسباب. خلاص ادي مين؟ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وبعدين طب واللي اتبعوا قالوا ايه؟ قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة عرت لنا عودة علشان ايه؟ نتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يبقى اذن قول الله الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، اهم اللي كانوا ويا بعض على الكفر اختلفوا منهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا خلاص؟ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الايه؟ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما ايه؟ تبرأوا منا. ادي واحدة. هات آية تانية مثلا. وقفوهم انهم مسؤولون. كلهم. انتوا كنتوا عمالين ويا بعض بتنصروا بعض، وانتوا شايفين كده ده رايح هنا وده رايح هنا، ما بتتنصروش ليه كده؟ وده يحوش ده وده يحوش. ولذلك لما يجي فوق يدخل هيلاقي اللي كانوا مسيطرين وهم اتبعهم في النار. هذا فوج مقتحم معكم، يقول لك لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. انتوا اللي بتقولوا لا مرحبا بهم، قالوا لهم بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا انتوا. الله شوف وهم في النار عمالين بيدافعوا عن بعض. طب وليه اشمعنى المتبعين هم اللي هيبقوا في النار وديك اللي هيجي عليهم؟ قال لك لانهم لو ما كانوش يلاقوا اللي اتبعوهم في النار يقول لك ده هم مش هنا دلوقتي، جايين لنا دلوقتي يطلعونا، يقوم يدخل اليهم هم الاول في الايه؟
يدخل إليهم هم الأول في النار. طيب وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ما في الله العافية بعفيته كده وحشوا بعض، بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قاعدين يسألوا بعض. أم الضعفاء اللي كانوا متبعين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن القوة بالقوة بتاعتكم أخضعتونا للكفر، يقول لهم إحنا أغنى جاناكم على اليمين، بل أنتم كنتم إيه، بل لم تكونوا إيه، إحنا شورنا لكم كده جاتوا ويانا، ما كانش لنا قوة إيه نرغبكم بها، وعلى كل حال إحنا بقينا واحد دلوقتي إحنا وإنتم، إحنا نستحق الإيه، فحق علينا قول ربنا إنا لإيه، إنا فأويناكم إنا كنا إيه، إنا كنا غاوين، فحق علينا قول ربنا إنا إيه، إنا لذائقون، مش كده؟ يبقى أدي برضه الإيه؟ الاختصام. ولكن فيه اختصام تاني بين، مش اختصام، حوار بين المؤمنين فيما بينهم. لما دخلوا كده المؤمنين سوا، قام واحد قال لهم شوفوا بقى، قال قائل منهم من اللي دخلوا الجنة بقى، إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أنت بتصدق إن في بعث وفي قيامة وفي مش عارف إيه، وبعدين يقول اطلعوا، طب شوف تعالوا بقى شوفوه اللي قال لي كده فينا حتة، هل أنتم مطلعون؟ فاطلعوا فرأهم في سواء الجحيم، قالوا يا سلام ده نعمة ربنا اللي احنا ايه، اللي احنا ايه نفدنا من الايه، من الحكاية دي. يبقى اذا كل ده اختصام، وقد يكون حوارا بلا ايه، بلا خصام. هناك هناك آية تانية بتقول ايه، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه الخصومة، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. من أظلم، ساعة ما أقول لك من أظلم من هذا، يعني لا أظلم منه الذي يكذب الايه بالصدق، لان تكذيب الصدق ده بينقل القضايا الى نقيضها، والشيء الصدق هو معناه لا يقال لقائله كذبت، اخبار الاحداث ما تكذبوش. لكن الكذب فيه نسبتين، نسبة كلام ونسبة واقع، اختلفت نسبة الكلام مع نسبة الواقع، يبقى ده كذاب، والى لقاء